والله الحقيقة يعني في أكثر الأحيان يعني للضرورة آخذ، ولكن ألجأ إلى يعني بدائل، يعني لأن العلاجات الكيميائية مثل ما بيها يعني فائدة يعني موضعية أو بالوقت، لكن بيها تأثيرات بالمستقبل، فمرات نبحث عن البدائل. من ضمن البدائل يعني الكثرة من شرب الماء، يعني مثلا على سبيل المثال، يعني أو الأعشاب اللي هي ممكن تفيد. يعني تلجأ لاستخدام أعشاب معينة؟ والله يعني لا على التعيين يعني، بس يعني أكو مثلا مرات نلجأ ل يعني خبراء الأعشاب ينطونا فد أنواع من الأعشاب هي شوية تساعد. يعني أعتقد البنادول والباراسيتول يعني وقت يعني ما يعالج المشكلة من جذورها. لا نهائيا. أنا ما سد جسمي على متعود على مدى كبسولة، شيء متعود، ما متعود على أي شيء، وانتظر يوم يومين هو يصير زين. يعني ما تأخذ أي شيء؟ لا أي شيء نهائيا، حتى أعشاب؟ ما أعشاب؟ أعشاب ما أخذ نهائيا، الحمد لله وشكر. ولا تشرب مثلا شاي قهوة مثلا يقول لك يعدل؟ يشرب أي بس مو وقيت. نعم. يعني قصدي ما تأخذ أي علاج؟ لا لا علاج نهائيا نهائيا، الحمد لله على الطبيعي يصير زين شوي شوي. عيوني خادمك. لا والله طبيعي، استخدم اعشاب مثل بابونه، الشاي، شو اسمه، عندك ميراميه، هذن مفيدات، مليسه، بابونش، لانه هذن مهدئات احسن من الكيماوي، هذا المواد الحبوب والشغلات هاي ما متعودين عليهن زياده.